بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقولهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله كاع الناس اللي حطوا لي تعليقات غنجاوبهم بوصفات إن شاء الله بحول الله وقوته. إن شاء الله اليوم غادي نحط واحد الوصفه زوينه ورائعه للناس اللي عندهم ركود في العلاقات والركود في ما عندهم حتى شي حاجه في حياتهم، الناس اللي عندهم الأمور بارده، الناس اللي عندهم الحياه ديالهم ما فيها سوقهم خاوي. كيف هاد العام كيف العام الاخر، كيف هاد العام كيف العام الاخر، تيقولوا مالنا على حالتنا، اشنو واقع، اشنو عندنا. الله غالب، دار الوصفات ما جابش الله، بخروا ما جابش الله، ما عرفنا علاش يتحل السبب، ما عرفنا علاش ربي يفتح الباب، لان البيبان ديال الله محلوله، والله سبحانه وتعالى كل واحد يحط لي سبب علاش غيتحل واحد الباب. حنا مفاهمين في هذه القضيه لان مشيئه الله هي اللي كاينه، ومشيئه الله هي اللي تتحكم، متفقين في هذه القضيه. ان شاء الله بحول الله حنا مع مشيئه الله، الله كل نهار في حال، الله هو اللي عنده الاحوال، الله هو سبحانه وتعالى هو اللي تيحل البيبان، هو اللي عنده مفاتيح السماوات والارض، الله اللي غادي يفتح لكم كاع البيبان. ولكن بعد الخطرات تتعسر الامور، ولكن ما تنعرفوش الخير فين كاين، ما تنعرفوش السبب فين كاين. الله سبحانه وتعالى تعطر عليك شي حويج لان تيكون ما عندكش فيهم خير، الا كان عندك فيهم خير راه ربي تيجيبهم لك. اذا بحول الله وقوته اليوم غنحطوا سبب من اسباب، ولكن ديما تنعتمدوا على الصلاة وصلاة الفجر والدعاء والتوكل على الله، ديما توكلي أو التوكل على الله، لأن الله هو اللي عنده الأسباب. حنا تنديرو واحد السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. اليوم بالنسبة للبنات أو الولاد اللي عندهم الركود في حياتهم بحال اليوم بحال غدا، تيقول انا مليت وعييت، يا ريت تجي اي حاجه ندخل فيها، اي حاجه ولو تكون زواج فاشل، ولو يكون المهم يتحل الباب. اليوم ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطوا واحد السبب، وبغينا الله سبحانه وتعالى يحل البيبان، لان غادي نحطوا مفتاح من مفاتيح الله، هي سورة الفاتحه. الفاتحة الكتاب هي مفتاح من أعظم المفاتيح اللي وضع الله في كل مصحف وفي كل قرآن وفي كل دستور قرآني. إذن حنا سنعتمدو وما سنعتمدوش على الشركيات، سنعتمدو على مفاتيح ديال الله سبحانه وتعالى، سنعتمدو على تسخير من الله سبحانه وتعالى. الله هو الرقيب، الله هو الجواد، الله اللي تحل البيبان. واخا الاسباب متعدده، ولكن لابد يكون عندك سبب من اسباب اللي غادي يفتح لك الله الباب. بعض الاحيان تتكون باقا ما وصلتش المده الزمنيه ديالك باش ربي غادي يعطيك هذاك الشيء اللي بغيتي. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين يعطيك الدعاء ديالك، الله قادر يفتح لك كاع البيبان، ولكن كل حاجة تعطيها سببها، كل حاجة تعطيها الوقت والزمن ديالو. احنا بشر ديما عندنا العجلة وعندنا هذاك، ولو البنت توصل لواحد السن ان الله سبحانه وتعالى النصيب ديالها غادي يجي، غادي يجي، لابد غادي يجي. الحمد لله والشكر لله.
الحمد لله. واحد البنت حضرت لها البارح نصيبة جا، والحمد لله راه تزوجات وصلت 44 عام، الحمد لله والشكر لله. لكن حافظوا على الأناقة ديالكم، حافظوا على الروح الطيبة ديالكم، حافظوا على الابتسامة ديالكم، حافظوا على كل الأمور ديالكم. ما نهملش راسي، نكون غادة ونتهلا في راسي ونبقى نبان ديما زوينة، وربي راه غادي يجيب السبب. بزاف الأسباب اللي حضرت ليهم البنات فقدوا الأمل كاع، ولكن جوهم أحسن أزواج سبحان الله. إذن أنا سندعمكم ولو بكلمة، لأن شتى حالات فقدوا الأمل، ولكن ربي جاب السبب. ربي ما تنسى تحد، ربي الحمد لله ما تنسى تحد. ربي مادام خلقك إلا عندك رزقك. إذن كاين بعض الأسباب تسبب فيهم الجن والإنس، ولكن أنت أقوى من الجن والإنس. أنت أقوى به بإيمانك وبصلاتك وبثقة بالله أولا، والقرآن 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 والتسبيح والاستغفار وصلاة الفجر. أما الأسباب اللي سنحطو إلا أسباب فقط. إذن إن شاء الله غادي ناخدو، غادي نفسح لكم الله اللي غادي يفتح لكم الباب، ولكن انا نحط سبب واحد اللي غادي يقدر يحل لكم الباب. غادي ناخدو ان شاء الله بحول الله 7 قطع ديال السكر، الزعتر. الزعتر كل شي عارف الزعتر، وفي كل دولة كاين الزعتر. ان شاء الله غادي ناخدو 7 قطع ديال السكر ونوضعوهم في الماء. بسم الله. ربعة هنا، 7 قبسات ديال الزعتر. 1 2 3 4 5 6 7. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نوضع، غادي نوضع الزعتر هنا 7 القبسات و7 طوبات ديال السكر. غنقرا عليهم بحول الله وقوته 7 المرات سورة الفاتحة 7 المرات. غادي نغطيها. هذه غديرها في اي وقت بغيتي، ولكن ما بين الظهر والعصر حتى المغرب. الا ما عندكش وقت، ما عندكمش البنات الوقت، ديروها الصباح باكر، تصليوا الفجر وعوموا بها. المهم غادي ان شاء الله بحول الله هذا الزعتر والسكر، نحاولوا نقراو عليهم سورة الفاتحة 7 مرات. نغطيوها ليلة كاملة، الصباح رباح. نغطيوها ليلة كاملة بحال هكا، حيت باش ما تجمعش لينا الطاقة السلبية. نغطيوها ليلة كاملة. إذن الصباح رباح. غادي أشنو خاصني ندير؟ غادي ناخد هذاك الماء ونحيد هذا الغطاء. وأنا قريت عليه الفاتحة في الليل، صليت ركعتين وتسخير من الله سبحانه وتعالى. اللهم سخر لي يا ربي ما في السماوات وما في الأرض، أنت الله المعين ديالي. الله أنت ربي، أنت هو المعين ديالي في أمري. فعلا أي حاجة الله هو المعين في كل أمر. نحاول إن شاء الله غطيتيها ليلة كاملة حتى الصباح. الله يخليكم. كتبوا، حاولوا تكتبوا، لان انا غالبا ما تنجاوبش، لان تنقرا ولكن متى تكون الكميه ديال الناس ما يمكنش نجاوب واحد وواحد نخليه، لان عيب عليا انني نجاوب واحد وواحد
جاوبوش. إذن تنفضل أنني نقرأ السؤال ونحطه في وصفة أفضل من نخسر الخواطر ديال الناس. إذا جاوبت في حالة ما تكون شي وصفة متعسرة أو ضروري خصني نجاوب. إذن هذا الشيء احتراما لكم، لأنكم نتوما عزاز في القناة ديالي، مادام دخلتوا القناة ديالي أتكونوا معززين مكرمين. أي حاجة بغيتوها غادي نطرق ولو نقلب ليل ما نعش ليلة كاملة ونحضر الوصفة. هاد الوصفة حطيتها على قبل البنات اللي تدوك حتى حاجة ما تصدق ليا وحتى حاجة ما درتها، وكاع البيبي مسدودة. هادو مفاتيح الخير، 7 قطع سكر وسبع حفنات من الزعتر، ونغطيهم ليلة كاملة، نغطيهم ليلة كاملة، والصباح رباح. صباح غادي الصباح نحيد هذاك الشيء وناخد خرقة حمراء ونوضع هذا الزعتر اللي قريت عليه الفاتحة. هذا الزعتر اللي قريت عليه الفاتحة غادي نوضعه في هذه الخرقة حمراء. هاد الزعتر ان شاء الله غادي نديرو هكا. نديرو صغيره وغادي نوضعو مع الملابس ديالي، غادي نوضعو مع الملابس ديالي ان شاء الله. هاد الصغيره غادي نجمعها هكا وغادي نوضعها مع الملابس ديالي، ولكن هاد الماء غادي نعوم به الصباح رباح. هي الصريره ديالي غادي نوضعها مع الملابس، نخليها تنشف شويه ونوضعها مع الملابس ديالي. هاد القطعه غتكون مع الملابس، ما تهزيها ما والو، غتعلقيها في بلاكار ديالك بحال هكا. ولكن هاد الماء غادي تعومي به ان شاء الله، غادي تعومي به الصباح باكر اي نهار بغيتي، الا الاربعاء. لا الاربعاء مثلا نعوموش فيها حاجه اللي تتكون فيها قبور. المهم نعوم هاد الماء اللي في سوره الفاتحه ونجمعو يعني تنعرفوا بان القران ما خصنيش ندخلو المراحيض او الدوش. هذا نشوف البيت ديالي ونحط فيه شي مجرى، شي بانيو كبير، بانيو يكون بحال هذا، طيش يكون كبير ونعوم فيه. الماء يكون قليل قد هذا اعوم به، نضيف اليه ماء دافئ وانا سبح به، نعوم به من الفوق الخوي، من فوق راسي الى التحت. وهذا الماء نجمعو نلوحو في شجره زوينه او زهر او ورد، مهم شي حاجه اللي تكون طيبه. المهم ما نحاولش نلوح شي حاجه اللي خرجها من الجسد ديالي باش نطهر بها جسدي ونقوي الطاقه النورانيه ديالي، ونحيد النحوسات نخويها في شجره مثمره او شجره ديال الزيتون او شجره الليمون ان شاء الله بحول الله وقوته. الا ما عندكم الشجر، ما عندكم ورد، ما عندكم، شوف تراب نقي، يكون تراب، ان القران ما خاصوش تخوى في المراحل. إذن هذه السرة نوضعها مع الملابس ديالي، ونحاول أنني هذه نكررها 3 مرات في أي وقت بغيتي، إلا قلت لك ما بين الصبح حتى العصر حتى المغرب، ولكن العشاء لا. بحول الله وقوته هذه الوصفة ديروها، مفاتيح 7 للخير إن شاء الله، تفتح لكم بيبان ديال الخير وتكون معكم بالخير ان شاء الله. سنحاول ان شاء الله نقلب لكم على وصفات لانهم تدعمكم في حياتكم، ولو ان الوصفات كاين اللي جابوا معهم كاين اللي ما جابوش معهم، على حسب كل واحد علاش ربي غيفتح ليه البيبان ديالو. هاد الوصفات ديرها العازبه المطلقه، البنت اللي بغات، المراه اللي بغات ترجع لراجلها، تا هي دير هاد سميتو باش يفتح لها الله الخير. البنيات اللي سوقهم خاوي والبنيات اللي بغاو ربي يحل لهم البيبان يديروا هاد الوصفه ان شاء الله، راه زوينه
وعجبتني أنا من خلال أنني سمعت عليها بأنها بزاف البنيات ربي جاب تيسير بها. إذا أحبابي تنطلب منكم أنكم تعتمدوا ديما على إيمانكم وعلى الثقة ديالكم وعلى واش تقتوا بالوصفة ديروها. إيمانكم على حسب النوايا ديالكم وعلى حسب نيتكم. إذا تنديروا الأسباب والكمال على الله. إذا ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.